بيحبش الهدايا؟ كلنا بنموت في الهدايا، حتى لو احنا اغاني. والمثل بيقول انا غنيه واحب الهدايا، ده مثل مصري طبعا. مهما نكون اغنياء بنحب الهدايا قوي. تخيلوا بقى بيجي لك كل يوم هدايا، مهما حد بيحبك ما اظنش في حد لقى ان كل يوم ليه هديه. طب تخيل بقى ان بيجي لك كل ساعه هديه، مش برضو في حد كل ساعة حد بيسلم هدية؟ طب ولو كل دقيقة كل ساعة؟ احنا بقى بنتهادى كده كل يوم، كل ساعة كل ثانية. مين الهدية من ربنا؟ ان احنا لسه عايشين. الفكرة او الحقيقة ان انا اصحى الصبح لسه موجودة، حتى لو عندي امراض، حتى لو عندي مشاكل مادية، حتى لو عندي مشاكل عائلية، حتى لو عندي اكس عندي واي، مش مهم. بس الهدية الحياة، أنا أعطيت الهدية النهاردة، والهدية دي من ربنا طبعا. أنا هعمل بيها إيه؟ أنا هعمل بيها إيه الهدية دي؟ الهدية دي مليانة حاجات حلوة أوي. هشوف ناس، هسمع صوت ناس، حتى لو هشوف معلومة من على التلفزيون، هقرا كتاب، هسمع راديو، حاجات كتير. هنزل أشتغل، هقابل حد، هطلع فلوس، هعمل كذا. هدية. أنا النهاردة هحقق حاجات. أنا لسه على الأرض وربنا اداني يوم كمان، أو اداني ساعات كمان، أو اداني دقائق كمان. طول ما أنا عايش أنا واخدة هدية. المهم نايقن ده، ناخد بالنا من ده، نصحى بيه. أنا لسه عايش، إيه الهدية الحلوة دي؟ طب أنا هعمل إيه النهاردة بقى؟ أنا إيه اللي هعمله النهاردة في يومي ده؟ أو في الساعات اللي عندي دي، أو ممكن تكون سنين لسه. هدية كبيرة قوي، أنا مش عارف، كل يوم بتتجدد. الله، أنا لسه موجود. طب أنا هعمل إيه؟ هنتج إيه؟ هسيب إيه ورايا حلو؟ مش لازم تكون هسيب كتب ولا فيديوهات ولا حاجة علمية عالية. سبت ابتسامات، سبت كلمات مريحة لناس. عشان كده أنا عايزاكم تمشوا توزعوا حاجات، أنتوا كمان وزعوا هدايا. ابتسم لكل اللي في الشارع، اشكر كل حاجة، اشكر على كل حاجة. اللي بس بشكر الناس، بشكر الزبال اللي بيخلص الشارع وانا معدية، اقول له شكرا انت بتعمل شغل، ربنا يعينك. بشكره كل حد، عشان انت كمان توزع هدايا. كل ده هيتحوش لك هدايا. بس صباحكم فل، البحر جميل، مش عارفة اشكر عليه قد ايه، ده ملوش حل بقى. انا اوقات بعيط ولا قدامه من كتر جماله، وبقول ربنا مديني هدية، من اكبر الهدايا مديني الفرصة ان انا اشوفه وانا شغالة، اشوفه ولا ربنا مديني الوقت ان انا اقدر اقعد قدامه، اشوفه مديني البلد اللي فيها البحر الجميل ده. لا تعد بقى، انا اقعد كده بقيت 7 ساعات اقول لكم كل الحاجات اللي حصلت عشان اقعد اللحظة دي قدام البحر. اللي عايز حياته تبقى رائعة، حقيقي رائعة، خليكم معايا في الفيديوهات دي على اللي اقدر اوريكم، بس طريق، افتح طريق، ارشد شوية، انبه عقلكم، انتوا عارفينه بقلبكم، انبه عقلكم. على فكرة ممكن نعمل كده، وممكن اشارككم بعلم، بدرس كتير في ازاي نغير حياتنا. وكل ده كلنا نحيا حياة اكتر سعادة، اكتر وفرة، اكتر راحة بال. هو ده اللي احنا عايزينه. صفحتي ميلاد السكري عربي انجليزي، وطبعا سبسكرايب هنا على الفيديوز عشان يجيلكوا دايما الفيديوهات الجديدة. صباحكم.